الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولأنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وحنان على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى Oh,
बैठा पाया। सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम है।